وجاهد تابعت الفيلم؟ تابعناه ايوه، ولو كان في دفله شويه بس. طيب ونحن انتهت الاسئله اللي معانا، لكن انا ساطرح لك سؤال من الفيلم. السؤال: أنيسة كانت ترفع شعار في حياتها وما زالت ترفع هذا الشعار، ايش الشعار اللي ترفعه أنيسة في حياتها وهو عنوان الحلقة؟ يلا إجابة. سؤال سهل. ما هو الشعار؟ هي عندها شعار في حياتها تقول لك نعم. نعم ايش هي كلمتين شعارها؟ نعم الصيانة. نعم الصيانة. ها لحظة يا أسامة عشان أسمع. نعم نعم الصيانة. لا مش نعم الصيانة. أنا مثلا الآن تجي تسألني تقول لي يا سامي أنت تقدر تعمل شيء؟ نعم. أقول لك نعم. نعم للحياة. لا للحياة. لا أقول لك نعم قادر. نعم نعم للحياة. لا أنت تابع البث المباشر على الفيسبوك قد الناس بيجاوبوا الآن. نعم نعم وش... نعم للجد للعمل. نعم للاجتهاد للعمل. طيب عشان ما اظلموش بس خلاص بغير لك السؤال، ايش اسم البطلة بطلة القصة؟ بطلة القصة أنيسة.